رمضان كريم، أنا شيف ربيع عامر. اليوم وصفتنا غير، رح بنحضر وصفة من المطبخ السعودي، رح بنحضر كبسة الجمبري. نبدأ الخطوات مع بعض. أول شيء رح ضيف الزيت ومباشرة الباقة العطرية الجافة، عندي البصل المفروم بالإضافة إلى الزنجبيل يلي بيعطي نكهة كتير طيبة، والثوم كمان. طبعاً نحن لما عم نحكي عن كبسة يعني لازم يكون في عنا بهارات الكبسة. إذا مش متوفر عنا بهارات الكبسة نحن فينا بالبيت نحضر بهارات الكبسة، مجموعة بهارات مشكلة. في عنا الفلفل الأحمر البودر، عنا الهال، عنا الكركم والكمون والكزبرة الجافة. فيني أضيف الفلفل الحار كرمال يعزز النكهة أكثر. منضيف الجمبري ولازم نقلبه كويس. طبعاً مثل ما بنعرف إنه الجمبري كل ما انطبخ كتير كل ما شد، فنحن ما بدنا كتير نقلبه هون بالأول لأنه راح ياخذ استواء مع الرز وهو عم يستوي على البخار، وهذا الشيء بيعطيه طراوي. هلأ أنا ضفت بهارات الكبسة على الجمبري، وال فينا نضيف كمان إذا بدنا شوية سبع بهارات. أنا راح أضيف كمان هون رشة ملح صغيرة، راح أضيف الفليفلي، عندي الصوص الطماطم، وبدي أضيف شوية من رب البندورة. نحركهم شوية صغيرة. طبعاً الكزبرة الفريش، الكزبرة الطازجة بتعطيها نكهة كتير طيبة للكبسة. هلأ رح أضيف المي السخنة المي لازم لما تغلي وضيف عليها الرز، لازم تغمر الرز بس مقدار عدة صغيرة من الأصبع، وهيك بنكون أخذنا عيار المي بشكل صحيح. وهلأ هيك الكبسة ابتدت بدها تغلي، رح ضيف عليها الرز، ولما الرز بنبلش نشوف الرز بالكبسة ابتدى ينشف شوي بنغطيها، وعلى درجة حرارة خفيفة نتركها 20 دقيقة، وبعد ما نطفي عليها النار كمان بنتركها 20 دقيقة حتى البخار يشتغل مع حبات الرز، وبتطلع عنا أطيب كبسة. طبعاً أنا عم بشتغل بالرز البسمتي، مغسله وناعه بالمي تقريباً نص ساعة. ورجيكم على حبات الربيان كيف طالع منظرهم بعقد. ضيف شوية عصير ليمون وهيك رح نغطيها ونتركها تطبخ على نار هادية. وبعد ما كبستنا صارت جاهزة، هلأ وقت التقديم. يا سلام، رح نزين بشوية بصل محمر، بصل مقلي، شوية كزبرة، هون شوي، وهيك الكبسة صارت جاهزة. بدي أحكي لكم عن الريحة قديشها طيبة، وأكيد الطعم بيعقد لأنه الروبيان من أمريكانا كواليتي بتجنن، والكبسة لازم يكون في حديها الدقوس. صحتين وعافية.